مجزرة جديدة ترتكبها قوات النظام عبر طائراتها الحربية هنا في مدينة معرشورين، هذه المدينة التي تقع بريف إدلب الشرقي. أسفرت حتى الآن كحصيلة أولية عن استشهاد ما يقارب 5 مدنيين، هي كحصيلة أولية، ربما هذه الحصيلة تزداد أكثر. تم انتشال أكثر أيضا من 15 جريح معظمهم بحالات خطرة. هذه الغارات التي استهدفت الطائرات الحربية هنا في مدينة معرشورين استهدفت سوقا شعبيا كما نلاحظ. هذه المحال التجارية هي عبارة عن محال تجارية يقتات منها سكان هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر منطقة الآن الله أكبر لك لا تعال 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 خلي خليك تعال الدرج تعال الدرج فوت فوت خليك تعال محمود. الآن الطائرات كما نلاحظ الطائرات بالأجواء تحاول استهداف المنطقة مرة ثانية، مع إن هذه المنطقة تم استهدافها بغارتين مزدوجتين. إذن كما نلاحظ في الصورة الواضحة أمامنا ما زالت فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال وإطفاء الحرائق، وما زالت طائرات قوات النظام تحاول استهداف المكان مرة أخرى كما نلاحظ. معاذ عباس، شبكة بلدي، من قرية معرشورين بريف معرة عمان الشرقي.